أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات روائع العلوم الطبية الشرعية. النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها سفاح القربة. سفاح القربة أو جماع المحارم هو الجماع الجنسي اللي بيتم مع أحد الأقارب الذي لا يحل ممارسة الجنس معه. كان بيسمى تسمية خاطئة اللي هي اسمها زنا المحارم. الخطأ هنا لأن الزنا هو علاقة جنسية بالتراضي، بينما في جماع المحارم عادة بيكون أحد الطرفين صغير السن وبالتالي ينتفي معه عنصر الرضا. إيه أنواع سفاح القربة دي؟ أول حاجة سفاح القربة من الوالدين اللي هي ما بين الأب وبنته وما بين الأم وابنها. طب تعال نشوف سفاح القربة بين الأب وبنته. بيقسموا الآباء مرتكبي جريمة سفاح القربة دول إلى عدة أصناف. أول صنف هو أكثرهم تقريبا اللي هو الأب السيكوباتي العنيف أو الأب السيكوباتي العدواني. ده بيكون غالبا راجل في الأربعينات من عمره ومدمن للكحول. خلي بالك أساس الموضوع كله هتلاقيه يدور في فلك الإدمان للكحول. بيكون من بيئة مضطربة وعائلة مفككة وعنيف وسريع الغضب والانفعال، وبيعمل عمل بسيط وبيقعد فترات طويلة بدون عمل، وبيكون بيرتكب جريمة سفاح القربة مع بناته في زمن نفس الزمن، يعني في علاقة جيدة، علاقة جنسية عادية مع زوجته، ومع ذلك برضو بيعمل هذه العلاقة الشاذة مع بنته أو مع بناته. الأب الثاني هيسموه الأب السيكوباتي بس غير الكفء. ده الأب ده تقريبا مش لاقي نفسه مع مراته، يعني ده دايما يكون إيه بيشتغل بيقوم بأعمال المنزل عشان مراته هي اللي تخرج تشتغل، وهو ما بيشتغلش أو بيشتغل على فترات، هو اللي بيقعد يشتغل في البيت شغل البيت، وبينحدر برضه من أسرة مفككة مضطربة وفقير، وبيعمل عمل بسيط ودايما بيشكو من اضطرابات عصبية، وبنته عادة تتعاطف معاه وهي اللي قاعدة معاه طول اليوم نتيجة فقره وظروفه، وبيستغل تعاطف بنته معاه وبيغريها جنسيا ويقيم هذه العلاقة الشاذة معاها. ثالث نوع من الآباء بيسموه الأب الطبيعي مع غياب الأم أو مرضها مرض مزمن. هنا الحالة دي الأم بتعاني من مرض مزمن شديد جدا، أو تكون الأم توفت، وهنا في الحالة دي بتنشأ علاقة عاطفية قوية جدا، حنان أبوي شديد ما بين هذا الأب وبنته، ولكن هذا الحنان الأبوي الشديد قد يتطور ويصل إلى العلاقة الجنسية الشاذة. ثاني نوع اللي هو سفاح القربة بين الأم وابنها. احنا قلنا دلوقتي الأب مع بنته، طب الأم وابنها دي حالة نادرة اللي سجلت، وعادة الأم بتبقى بتعاني من مرض عقلي شديد الذهان يعني، ولكن هناك حالات قليلة جدا مسجلة بتكون الأم لا تعاني من هذا الذهان. النوع الثاني الكبير اللي هو سفاح الأخ لأخته. سفاح الأخ لأخته دي كانت في الآونة اللي فاتت الماضية كانت حالات نادرة، لكنها في العصر الحديث زاد معدلها في الآونة الأخيرة، ما بين الأخ البالغ مع أخته غير البالغة، ولكن هناك حالات سجلت أيضا لحالات بالرضا ما بين الأخ وأخته، وعادة بتستمر في صورة اعتداء عدواني عنيف من الأخ السيكوباتي ضد رغبة أخته، ولكن في أحيان بيستمر بعد كده بالرضا. ولذلك الحديث الشريف رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. مهم جدا جدا التفرقة في المضاجع، يعني لو احنا مش قادرين نعمل للبنات غرفة لوحدها والولاد غرفة لوحدها، على الأقل يبقى ما يبقوش في نفس الفراش. ثالثا ثالث نوع اللي هو سفاح أقارب الدم. سفاح أقارب الدم اللي هم ممارسة
العم السفاح ما بين العم وابنة أو ابن أخيه، العمة مع ابن أخيها، الخال مع ابنة أو ابن أخته، الخالة مع إيه؟ ابن أختها. إيه العوامل الرئيسية اللي بتساعد على حدوث سفاح القربة؟ أول حاجة إدمان الكحول. إدمان الكحول هو يأتي على رأس كل هذه الأنواع، لأنه إدمان الكحول فيه حاجة خطيرة جدا، وهو إن هو بيؤثر على مراكز المخ اللي هي مراكز التثبيط في المخ، بيوقفها عن العمل، وبالتالي بيخلي الشخص يعمل أفعال لا يمكن تصور حدوثها وهو ليس تحت تأثير الكحول. كمان من العوامل اللي بتساعد اللي هي زيادة عدد أفراد الأسرة مع الازدحام الشديد في المنزل وعدم التفريق بالأبناء في الفراش، العزلة الاجتماعية للأسرة كلها، وبالذات لو كانت العيلة دي ليها تاريخ سابق مع سفاح القربة، زواج متنافر ما بين الأب والأم، إحباط الأم زوجها جنسيا وتشجيع ابنتها على إن هي تقوم بدور الأم كامل في الأعمال المنزلية واليومية، أو بعض الأحيان نتيجة وفاة الأم أو الطلاق أو مرض مزمن، فالبنت في الحالة دي تمثل الزوجة البديلة للزوج، أو إذا كانت البنت بتعاني من صعوبات في الكلام فده يجعلها أكثر عرضة للتخويف والرعب والخداع والتضليل. تأثير سفاح القربة على المجني عليها أو على المجني عليه بيختلف طبقا لشخصية المجني عليها أو المجني عليها. طبيعة سفاح القربة هل هو اعتداء عدواني عنيف ولا بيتم بتعامل عاطفي؟ المستوى الأخلاقي للأسرة والفئة والوسط مع هل الأسرة ممكن تقبل كده؟ أو ممكن أسرة تقبل كده؟ للأسف في بعض الأسر بتبقى الأم عارفة إن في علاقة بين الأب وابنها وموافقة على هذه العلاقة دون أي اعتراض. الحقيقة في بعض الأحيان بتحدث هذه القصص. طيب ايه المضاعفات اللي هتعاني منها المجني عليها او المجني عليه نتيجه هذه العلاقه الشاذه؟ ردود افعال عصبيه شديده جدا، القلق، الاكتئاب، الشره المرضي للاكل والميل لايذاء نفسها او نفسه، اضطرابات شخصيه وسلوكيه، كره العلاقه الجنسيه مع بروده جنسيه، ممارسه الدعاره، لو كانت بنت ممكن تشعر بالغيرة عند تحول والدها عنها إلى إخواتها الأصغر منها. معدل حدوث هذه الجريمة لا يقتصر على فئة أو دولة معينة، بل هي جريمة عالمية تحدث في كل بقاع الأرض مع اختلاف الأسباب. قد تكون في دولة من الدول هي الكحول هو الأساس، وقد يكون في دول أخرى نتيجة كثرة أفراد الأسرة اللي هم بيجمعهم فراش واحد ممكن تكون أحد الأسباب. الدراسات الغربية بتشير إن حوالي 2% من الأطفال بيتعرضوا لجماع المحارم. التطور بتاعها اللي حصل إنه كان زمان أكتر شكل ليها كان جماع الأب ببنته هو الأكثر حدوثا، وكان جماع الجد بحفيدته كان يمثل نسبة كبيرة، ولكن الدراسات الحديثة دلوقتي بتقول أن جماع الأخ مع أخته هو الأكثر حدوثا. سعدت جدا بحضراتكم، ونلتقي دوما على كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.